يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله. طيب كنا بنتكلم النهارده بحضراتكم على اكلتين في البساطه واللطافه. عرق التربيانكو. عرق التربيانكو سهل جدا، ما فيهوش صعوبه خالص في التسويه، بس ما ينفعش يتاكل سخن عشان بس نتكلم في التفاصيل مهمه جدا، وما ينفعش يتطبخ او يستوي بدون ما يتربط. ليه بقى؟ هقول لكم التفاصيل واحده واحده. هعمله بطريقه حلوه جدا، مش همشيه بفكره اللي هو يخش الفرن على طول او التركيبه اللي ممكن تاخد منكم وقت بالساعات. انا هبدا هعمله على الشوايه، ودي غالبا طريقه مختلفه شويه غير دايما البصمه بتاعت الحله. هعمله على الشوايه النهارده، وهبدا كمان هسويه في حله قدام حضراتكم وكاني بسوي كيلو لحمه عادي جدا. هاخد منه مرقه حلوه، هجهز عندي كيس شعريه محمره مع كيس ديميجلاس او اللي هو صوص اللحمه بتاع كنور، هعمل منه صوص حلو جدا. لو حبيت احط عليهم مشروم ماشي، صوص بالمشروم ماشي، ما حبيتش انا همشي عندي الشعريه بالزبيب واللوز. اللي ملوش مزاج النهارده ياكل العرق التربيانكو، هنبدا نجيب عندنا فرخه زي ما حضراتكم شايفين، فرخه كامله بتاعت منتج شهد. هبدا اقطعها على 8 قطع لو حبيت او على 4، ونبدا نمشيها في صينيه بطاطس بكل البساطه وكل السهوله. واحده واحده بحضراتكم ونشوف الحكايه فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. عرق التربيانكو كل الناس بتروح السوبر ماركت او بتروح عند الجزار بتشتري بالشكل ده. طب لو ما اشتريناهوش بالشكل ده، الدباره دي نقدر نعملها ازاي؟ انا عايز اوري حضراتكم، بس انا النهارده لما جبت العرق جه بالدباره، فقلت طب افك واربطه تاني. طب ما نوري الناس اهم من الطبخ، انا عندي يعني اهم من الطبخ ان انا اوضح كل حاجه للمشاهد ان يقدر يعملها ولا لا. خليني نبدا نعملها وكاننا من اول وجديد. ادي الدباره، بسم الله الرحمن الرحيم. الدباره دي مش اي دباره، الدباره دي مش اللي هي يعني حاجه جامده تعبير كلامي، ان هي الدباره دي مش اي دباره ان هي حاجه كبيره، لا هي دباره عاديه جدا، بس قصدي اقول ان هي بتنفع في الاكل وبتتجاب دايما من المحلات بتاعه الادوات المطبخ، فموجوده في كل مكان. المقصود ان هي مش بلاستيك عشان ما تسحش مني، مش دباره اللي هي مثلا او الخيط العادي بتاع الـ 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 الخياطه، لا دي دباره مخصوص بس لحاجات اللي ليها علاقه بالعروق والحاجات دي. شايف العقله دي؟ بص كده يا استاذ معايا، شوف بعمل ادي اهو بدايه الخيط، بعمل كده بعمل كده بعمل كده بكل بساطه، شايفها اهو تمام، والتانيه وراها واقفل كده اهو تمام. ادي عملنا اول عقله شايفها، واجي ما بحطش خيط، ما بقطعش خيط كتير عشان ما يقعش على الارض. انا ما بستظرفش وما بستلطفش اي جزار او اي حد وهو بيلف عرق تربيانكو يكون سايب الدباره على الارض وعمال يلف، لا فبقطع على قدي وبعمل كده اهو حاجتي كلها قدامي. باجي هنا كده وبجيب عندي العرق، بص كده يا باشا اهو، ركز معايا بعد اذنك بقى كده اهو، هنا انزل لي هنا على العرق، ايوه كده. بص بعمل ايه بقى كده اهو، وراح جايب دي ومعدي دي كده في دي، بسم الله اهو، وعدي الثانيه كده اهو، خدت بالك؟ واحده واحده اهو، شوف ماشي كده خلاص. كده احنا عملنا اول حاجه تمام التمام. هنعمل ايه بقى؟ هنبدا دلوقتي ربطنا الرابطه دي اهو، واجي كده بص ايدي بعمل ايه يا استاذ ابراهيم، ركز معايا، ايدي اهي كده وبعمل كده، بص صباعي فين تاني، ايدي اهي وبعمل كده، بص خدت بالك كده اهو، وارفع حته اللحمه وابدا اعمل كده، ماسك دي اهو واروح اعمل كده اهو، ركز بقى في اللي جاي اهو كده اهو، وابدا واحده واحده اهو كده اهو، وابدا اروح اعمل كده تاني بقى اهو كده اهو، وماسك في ايدي بص اهو كده اهو، واشد كده اهو اهو كده اهو تمام اهو، بص اهو ببدا اكمر كويس قوي العرق في ايدي بالشكل ده كده اهو. عايز ازود اروح جايب عندي حته دوباره كمان، وابدا اروح اعمل كده بكل بساطه اهو، شوف العقد بكل بساطه وسهوله جدا اهو، واكمل اهو كده اهو ما بحبش اعمل الحاجات دي بسرعه، بس في الاول لازم اركز مع حضراتكم واحده واحده عشان دايما بحط في بالي ست البيت ما بتعملش زي الشيف او الجزار اهو، خدت بالك اهو
وبكده احنا كمرنا كويس جدا العرق. واجي في الاخر هروح اقطع حته الدبره دي، وهنا خلاص الدبره ترجع مكانها، واقفل باي حته على اي جنب كده اهو. تمام، العرق اتكتف كويس جدا. هجيب عندي مثلا لو حابب احط عندي روزماري حلو برضو، يبقى نفسه كويس جدا. بص بعمل ايه اهو كده اهو اهو ماشي، وراح اعمل كده. واجي الناحيه الثانيه كمان جايب عندي برضو اللي هو اكيد الجبل بيتجاب من كل حته برضو موجود فريش اهو كده اهو، وعدي كده اهو. واجي الناحيه الثانيه هنا وراح اعمل كده. ايه وظيفته بقى؟ ريحته عاليه جدا معايا وبدي نفس كويس جدا. الشوايه عندي بتسخن، نبص عليها، ده مهم جدا قبل ما نكمل بس الشغل، عشان ايه؟ احنا محتاجين صدمه كويسه، هيبقى النار عندنا سخنه جدا. تمام، هرجع تاني اخر واحده بالمره. يبقى انا كده دلعت الامور وطعمت العرق بتاعي بكل بساطه. وممكن بقى لو انا عايز احشيه توم مفيش مشكله، مش عايز برضو انا زي الفل. فلفل اسود مجروش، بسم الله الرحمن الرحيم، فلفل اسود مجروش شويه، استنى كده اهو. ملح كمان لو حبيت. وش وظهر خدت من حضرتك اهو، بعمل كده حاجتي كلها بلمها مع قطاعه. واجي اروح جايب عندي سنه زيت في قلب الطاسه بتاعتي او الشوايه، وعليها كمان مكعبين حلوين من الزبده. شوف الدلع، ركز في اللي جاي. واجيب عندي العرق اللطيف ده وانزل كده اهو، بسم الله، شوف الكلام. وحوالين العرق اللطيف ده كمان اكون مجهز عندي حاجات تكون حلوه برضو تديني نفس كويس. زي ايه؟ توميه على نصين، شايف راس التوم، اعمل كده بالزبده، شايف؟ الطماطمايه نفس الكلام، شوف بدلع الحاجات دي تديني طعم كويس جدا جدا اهو. شوف التوم، شوف البصل، خصوص التوم، الكرات، الجزر، برضو بقيه الاعشاب. الحاجات دي مهمه جدا ان احطها عندي في اول حاجه. وابدا بعد كده اجيب فص الثوم الحلو ده كمان معاهم كده اهو، وينزل. ابص بصه اشوف الاخبار، بص كده الالوان عامله ازاي، شوف احنا فين، اتفضل شوف احنا فين، الالوان عامله ازاي. وما احرقش الحاجه، الشطاره ان تاخد لون مش تاخد حرقه اللون، تفرق اه بتفرق اهو. شوف، عشان في الاخر هسويه كويس ان شاء الله في الحله دي، كل حاجه واحده واحده. انا بس مصمم نقف قدامه شويه عشان اقفله بسرعه اهو. شوف المنظر، والطماطم بتاعتي والخضار بتاعي بياخد طعم الشوي. شوف منظر الزبده على التوب عامل ازاي، شوف المنظر. وما استناش اكتر من كده عشان ما افورش تسويه فالخضار يتحرق مني، فالموضوع يبقى مش في اللطافه. حله سخنه، بسم الله الرحمن الرحيم، وارجع عندي بالعرق التريبيانكو في قلب الحله، شوف المنظر. واجيب عندي الحاجات اللي على الشوايه الحلوه دي كلها كده اهو، واروح اعمل كده. شوف، بسم الله بسم الله، شوف بقى كل البهريز نازل ازاي، شوف الكلام. ما حرقش حتى الزبده، شايف الزبده لونها عامل ازاي؟ ما اتحرقتش، ده المطلوب اثباته. خدنا اللون، اللطافه كلها موجوده، كله زي الفل، ما نحرقش حاجه. هرجع تاني، الطماطم بتاعتي حاجتي كلها. ايه ممكن نحط عندنا؟ لا، نجود ورقتين غار حلوين كمان. لو حابب احط عندي قرفه، ممكن كمان اضيف عندي قرنفل حلو، ممكن اضيف كمان عندي حبهان مهم جدا كده. احنا زي الفل وتمام التمام. هنقف عند كده ونروح عاملين ايه بقى؟ جايبين عندنا مرقه او ميه بتغلي جدا اه، سخنه، هتفرق طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم،
بسم الله ابعد وشي عشان اللي هيطلع قدامي دلوقتي ما يتسعنيش. اه شوف المنظر، الله اكبر. شكرا. اغطيها بالمرقه واسيبها عندي تسخن براحتها جدا. وعايز كمان الون المرقه دي تديني لون حلو وطعم في اللطافه برضو، اعمل ايه؟ اجيب عندي معلقه، وشايفين بطرمان صوص الطماطم بتاع كلور اللطيف ده، هروح فاتح كده واخد عندي معلقه حلوه، بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو، شايف المعلقه دي، والون بيها بس المرقه بتاعتي اهي. شوف الون بيها المرقه بتاعتي تديني لون حلو عشان اخد منها في الاخر وهشرب الشعريه. ماشي الكلام؟ كلام مظبوط، تمام الكلام. بعمل كده واروح ايه جايب عندي غطا الحله بتاعي، وسايب الكلام ده كله يعيش حياته، وان شاء الله يبقى زي الفل في خلال الساعه اللي بنشتغل فيها مع حضراتكم. طيب اللي بعده نروح مكاننا على الثانيه عشان نخش في الفراخ. حاضر يا ام سلمى. الو صباح الورد. صباح الخير. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. تحت امرك. انا مبهوره جدا باللي حضرتك بتعمله بصراحه. شكرا جدا ليك يا فندم. الله يخليك. انا بس كان عندي سؤال. اتفضلي. عندي بطه. تمام. عايزه احشيها محشي من جواها، صوابع محشي. ايه احسن طريقه للسوى ليها؟ مسلوقه كده في الفويل ملفوف ولا في الفرن؟ طيب معلش يا فندم انا اسف، حضرتك شفت الفيديو ده فين؟ على الفيس. ما تصدقهوش. انا صريح جدا جدا، خلينا ناكل المحشي لوحده والبط لوحده يا هانم، لان البط تسويته حاجه والمحشي تسويته حاجه تانية. اللي بتشوفيه على النت يبقى عامله في الديك الرومي، ده بيبقى المحشي مستوي والديك الرومي يعني في تسويه تانية. انت فاهمه قصدي ايه؟ فما تخلطيش الامور ببعض، هيبقى حلو لو عملتيها. هو استوى ازاي جوه؟ هو استوى ازاي جوه؟ ايه؟ بقيت عمال اقول هو استوى ازاي جوه؟ ما هو الحكايه كلها الديك الرومي بياخد 3 ساعات في التسويه، المحشي بياخد ربع ساعه، ده عشان اطلعه من قلب الديك الرومي هيكون بقى زبادي. طبعا. صح كده ولا لا؟ فدايما ما تحكميش على الطبخه من خلال الفيديو، لان السوشيال ميديا دي بتبقى حاجات مشهيه للعين، غير الواقع اللي في المطبخ بتاعنا. طبعا. انت فاهماني؟ فلا خلينا احسن نعمل دقيقة المحشي بتاعتنا لطيفه، وناخد حبه مرقه البط نخفف بيهم ونشرب المحشي بتاعنا، والبطايه تكون موجوده مسلوقه وزي الفل، وبعد كده على المائده هتلاقي البطايه عندك بقت مسلوقه وزي الفل. هاتي حبه محشي واحشيهم تاني في البط وفرشه زبده ودخلي الفرن، هيطلع أيوه. معاكي البط مقرمش والمحشي مستوي، بس كله لوحده مستوي لوحده. ايوه يعني انت كده بتقول ارجع لمطبخ ماما. بالظبط كده، مطبخ ماما هي الاساس وهي المدرسه. ربنا يديها الصحه يا رب. مظبوط، ربنا يديها الصحه يا فندم. تحت امرك. انا متشكره جدا لحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. وانت بخير وسعاده يا فندم، ربنا يعز حضرتك، شكرا جزيلا. معلش يا جماعه يمكن انا صريح زياده عن اللزوم، بس صدقوني يعني انا في الدغري، واللي مش عاجبه كلامي يعني يجرب. واحنا موجودين، قول لا والله يا شيف ده انا جبت حاله المحشي وهشيب بيها الديك الرومي او هشيب بيها البط، وطلع ازاي؟ اقول لك علمني عشان نبقى تمام. اللوجيك حلو، الفكر لما يكون يعني يخش مع دماغنا تمام. انا النهارده باجي حضرتك في البيت تعملي حاله المحشي بتاعتك، بتروح ساقيها بحبه مرقه على ما ساعة نص ساعه بتستوي. الديك الرومي او البط بياخد وقت وشويه في التسويه، فخلينا بس نبقى شايفين الامور بطريقه تكون لطيفه. طيب صينيه بطاطس بفراخ شهد، ادي الفرخة بتاعت شهد. تعال نشوف الحكاية ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نعمل كده الاول زي ما حضراتكم شايفين، و هاخدها عندي كلها في الحلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الفرخة، بص الطبق بتاعها كمان بيمتص شوية فكرة اي حاجة نازلة منها، وهبدأ هعمل حاجة حلوة برضو بسيطة جدا هتريحكم. ايه هي بقى؟ نجيب عندي سكينة حامية شوية، وتعالوا نشوف مع بعض هعمل ايه في الفرخة دي. بص كده الاول بفتح كده الفرخة دي كده اهو، ماشي. انا دايما بحب انضف حاجتي، اللي ملوش لازمة ما بستخدموش. ليه؟ اقول لك والله هو كده، انا شايف ان دايما الحاجات دي، شايف الحاجات دي ملهاش لازمة. هجيب عندي الفرخة واروح فاتح كده الفرخة من الظهر. بص كده يا باشا معايا كده اهو، ماشي الكلام اهو. واجي راح اعمل كده نص الفرخة في النص اهو، وراح جاي عندي كده جايب عندي الورك، والورك على 2 اهو، واجي على الصدر اروح عندي شايل الحته دي، شايفها؟
ملهاش لازمة عندي كده اهو، وراح قاسم السدية على اتنين، وادي البولة فاضية عندي حاجتي كلها اهي. حاضر، وراح جاي عندي هنا بص كده اهو ماشي، والرقبة اهي كده اهو. بص الفراخ شكلها عامل ازاي من جوه، نظيفة ازاي اهو. وابدا اصنفر، اشيل الدهون دي ما بحبهاش اهو، وراح قاسم الصدر على اتنين، وارجع تاني شايف دي ملهاش لازمه عندي اهو مش هتتاكل، واجي عندي اروح جايب الدبوس اهو، وجايب عندي الوك. يا مصطفى ازيك يا شيخ؟ صباح الفل يا درش، اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس، تعمل ايه؟ وانت طيب يا حبيبي، ربنا يخليك. عايز اعرف طريقه الفراخ المشويه. يا سلام عليا الاثنين يا درش. حاضر، حاجه ثانيه؟ وعايز اعرف طريقه البلح الشام والكبده الاسكندراني. يا حبيب قلبي عينيا الاثنين، وايه تاني؟ وكل سنه وانت طيب. وانت طيب، حاضر، حاجه ثانيه؟ لا حبيبي حبيبي، صباح الفل، حاضر، شكرا جدا ليك. درش شكله جعان زي حالاتي. حبه ملح على السريع، بص المحلول السريع ده، حبه ملح على حبه خل، اسرع محلول في الدنيا. بص ده على السريع، بص اللي هيحصل. ملح وخل كده على السريع، بص بنضف حاجتي ازاي، شايف الميه بنزل، شايف؟ شوف، اجي على الحوض بسرعه، نغسلها غسله سريعه كده اهو، اصفي حاجتي الميه مش نظيفه دي مش عايزها، واسرع نفسي اهو، وراح اعمل كده اهو. جايب بصه، معرفش انت معايا ولا لا، بس تمام تمام اهو، على النظيف. بص الميه عامله ازاي، حب ردة في الحاجه كده اول باول اهو، ميه ساقعه كمان اهي، حاجتي تبقى فريش كده. تمسك الفرخه تلاقيها قدامك، بص عامله ازاي اهو، شوف مفيش اي حاجه طالعه من هنا طالعه من هنا، المنتج لطيف ونضيف. بس احنا برضو دايما يعني ايه، ننضف حاجتنا اول باول، ارمي الميه دي كده اهو مش عايزها، واصفي حاجتي هنا، وارجع تاني مع حضراتكم نبدا من اول وجديد، وكاننا اول مره لسه اشتغلنا. غير الكلافز، لا لا والنبي، فاصل لا فاصل لا قلبي، اصبر عليا كله من وقت له، هنركب بس البطاطس وطلعك فاصل. نضف اول باول، ميه بخل عشان الزفاره، اي حركات بتقع منا على القطاعه نضف حاجتنا، عشان الحاجات دي خطر جدا. امبارح اتسحرت حاجه فيها ملح كتير، ريقي ناشف مش عارف في ايه. دو بالكم يا جماعه، يعني حتى لو هناكل برضو حاجه زبادي، ما اكلت زبادي برضو، بس ابعدوا عن اي حاجه فيها ملح، الملح مش حلو خالص عامه، وكمان في السحور ده اكتر واكتر، يعني خدوا بالكم. حله سخنه جدا، عندك فضول عايز تعرف اتسحرت ايه؟ ده الاستاذ رباب الغزالي بنفسك بتساليني، عايز تعرف اتسحرت ايه؟ والله اتسحرت زي الناس كلها، والله اتسحرت حبه فول وحته جبنه وبضايه مسلوقه وخياره وايه تاني وعلبه زبادي، بس الجبنه البيضه بقى هي اللي كان فيها ملح، ملحه شويه، لان انا رحت جبت جبنه بنفسي بقى، دخلت كده محل كده جنبنا، محل لبان، عارفين انتوا بقى الحاجات بتاعت بالليل، واحد يبقى معدي كده على محل لبان، ينزل يجيب منه رز بلبن، يجيب منه لبن، يجيب مش عارف ايه الحاجات بتاعت، انا بحب الحاجات دي بصراحه. فدخلت على اللبان ده، فلقيت عنده في الثلاجه نوع جبنه هو اللي عاملينه، فقلت طب انا هاخد منها حته، فغالبا هي دي اللي عامله اللعبه، لان كان جواها بسطرمه متقطعه، وكان عندي فضول اعرف ايه الجبنه اللي فيها بسطرمه دي، فغالبا تكون هي دي مش عارف، ولا الحدقه مش فاكر، بس هي حاجه من الاثنين، وطعمها حلو قوي قوي قوي، لدرجه ان انا عمال العيش مقرمش وعمال اكل وبتاع، بس هي مش عارف ايه، صح يا سمو؟ اكلت منها سنه زيت على الطاسه، شوف بقى اللي جاي، بسم الله الرحمن الرحيم. على سنه الزيت دي هجري عليها كمان بمكعب زبده، وبسرعه انزل بالفراخ، سمع الترقعه، الله، عليها كمان حبه بهارات، عليهم سنه حبهان، بص بقى المنظر، ركز في اللي جاي، حبه بهارات عليهم حبهان، وكمان سنه الملح بتاعتي اهو، شوف ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ دي صينيه الفراخ يا عم، ما تهركش، هبشوفه مش هخسره حاجه اهو، شوف التشويح في الزبده والزيت، ركز معايا مع سنه البهارات، اكني حمرت الفراخ، خدت بالك انا قصدي ايه؟ انا موديها لكده،
شوف احنا فين. هاجي عليها كمان، ركز في دي يا استاذي. بص كده شايف ده ايه؟ ده بصلايه وفصين توم وزعتر وجزر. شوف الكلام، بصلايه وفصين توم وزعتر وجزر، دلع. اجيب عندي عليها، بص بقى كده، بسم الله بسم الله، حبه مرقه. ايه اللي بيحصل؟ ان انا بسلق الفراخ نص سلقه او ثلاث ارباع تسويه في قلب الحله بتاعتي بكل بساطه وكل سهوله، ما فيهاش اي افتكاسه خالص اهي. وبعد كده هطلع في وسط صغير جدا تاخد غلوتها وتمام التمام. لو حابب، لو حابب احط عندي البطاطس بتاعتي هنا، ما عنديش مشاكل. في المره تاخد غلوه معاها كمان، وهتبل حاجتي بصوص الطماطم بتاعي اهو. بص كده بالمره عشان نستغل وقت الفاصل، خليك معايا كده محبوح اهو كده اهو، وهسيبها تعيش حياتها كده شويه، وهطلع فاصل صغير جدا. بعد الفاصل نواصل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب قبل الفاصل عملنا العرق تربيانكو، نبص عليه بصه سريعه عشان نخش على اللي بعده. بص المنظر، الله اكبر الله اكبر، شوف المنظر. هسيبها لك، حاضر، عايز تتمتع انت؟ ماشي تمام. سيبه عندي يستوي براحته خالص، ولما يخلص تسويته هسيبه يبرد ودخله التلاجة. ليه؟ هنشوف ان شاء الله في النهاية. طيب الحلة دي شغالة، نبدأ نعمل فيها ايه؟ حلة دي بقى عشان نقفل حاجتنا. هجيب عندي، بسم الله الرحمن الرحيم، مكعبين كده حلوين من الزبدة اهو، ادي واحد ملوش تاني، حلو كلام عليهم. انا احب الزبدة الشعرية بالذات يكون جواها، معرفش تتفقوا معايا ولا لا، بس احب جواها كرفس مع بصلايه مفرومه مع كمان حبه جزر. يا عم ليه اقول لكم؟ والله بتبقى طعمها حلو قوي، جربوها. هذه بص الجزريه قد ايه مفرومه كده وناعمه، وصغننه جدا كمان اهو. شوف، واسيبهم مع بعض كده يتعايشوا وتاخدوا كده سوتيه. وبعد كده هبدا هنزل عليهم بكيس الشعريه ده، ونشوف الحكايه ماشيه ازاي. من شوية جبنا الفراخ، وبعد ما نضفناها وقطعناها وحطيناها في الحلة بحبة مرقة، جبنا عليها بطاطس، فاكرينها؟ شوف المنظر. اجي دلوقتي قبل اي حاجة اروح اعمل ايه؟ جايب عندي بق عصير طماطم فريش حلو كده، يلون لي الدنيا، يخليها حلوة كده، مش بكترها مش بالكتر، يعني مش شرط ان ازود كميات كتيرة، لسه هندلع الامور، بس ايه، ندي بس لون حلو بدل لون المرقة اللي محطوط فيه الصينية. بص المنظر هنا بقى هيروح فين؟ شوف الالوان، خدت بالك انا قصدي ايه؟ بص الفراخ عامله ازاي؟ لسه ما عملناش حاجه على فكره. لسه هنقفل بقى الصينيه الحلوه دي واحنا شغالين، بس انا كده بقصر مع حضرتك الطريق في التسويه بتاعتك. انا من ضمن الحاجات اللي بحترمها دايما في الشغلانه بتاعتنا، اني لو حضرتك ركزت شويه في التسويات اكلك ده هيبقى عسل، حتى لو طعمه وحش لا قدر الله، معمول بطريقه غلط، بس تسويه مظبوطه هتعديلي كتير. التسويه الفراخ دي لو انا ما قدرتهاش وما ظبطتش الامور، والبطاطس استوت والخضار استوى، بس البطاطس ما ظبطتش، الفراخ ما ظبطتش، هتلاقي الامور فيها جزء كبير جدا مش كويس. طيب ايه الموضوع بقى في صينيه البطاطس الحلوه دي بقى؟ تعالى ركز معايا، معلقه سمنه، بص قد ايه، مش كبيره. على معلقه السمنه الحلوه دي هجيب عندي توم شرايح، شوف قد ايه. على طوب الشرايح ده هجيب عندي، شايف دي مكعبات كنور الفراخ، ركز معايا في اللي جاي. هجيب عندي مكعبين على السمنه والثوم، ازاي؟ هنقول لكم حالا كل حاجه، وجربوا الطريقه ما تخسروش حاجه وقولوا لي اهو كده اهو. هجيب عندي السكينه اللطيفه وراح اقطع مكعبات المرقه كده اهو، ومنزلها هنا على السمنه، ركز معايا في اللي جاي. وهجيب عندي كمان حبه ملح، وهجيب عندي حبه بهارات كمان، شوف، وسنه شطه يا باشا، وسنه كزبره ناشفه، وحبه كمون، وحبه بهارات تانيين. وامسك السمنه دي كده اهو بالمكعبات المرقه وراح داهن. بص بص ايه اللي بيحصل، دي طريقه هتعجبكم جدا جدا. بص بعمل ايه، شوف، وراح جايب كمان عندي بصلايه حلوه كده اهو معاهم. بص بعمل ايه في البصلايه، شوف، حقق الحاجه، خلي الحاجه تبقى فيها طعم حلو، جربوا الطريقه مش تخسروا اهو.
شوف ماشي كلام لحد كده. بص البصلية دي هتبقى سكر سكر يعني ان شاء الله تعجب حضراتكم. عليها من عندي لو حبينا، ما حبيناش براحتنا. حبة الكرات والكرفس دول ماشي، ما حبيناش برضو براحتنا. عندي قرن فلفل في الشياكة اهو كمان تبقى سبايسي شوية الصينية دي، وقرن فلفل رومي هاخد منه جزء والجزء التاني هقول لكم هنعمل بيه. ادي كده اهو. وروح جايب عندي بقى ايه حاجتي هنا بقى واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، وتعالى يا باشا نقفل الصينية الحلوة دي عشان عندنا تقرير كمان ان شاء الله يعجب حضراتكم. نطلع له كمان شوية. ده بص بصة كده لفة في وسط البلد برضو، منطقتنا الجميلة، حتة كده اسمها زينب خاتون. فين بقى؟ في جنب الحسين ورا مستشفى الحسيني، منطقة شعبية حلوة قوي ناحية الجيارة. مظبوط ولا انا غلط؟ لا مش الجيارة. فكروني يا شباب، الغورية، لا في ظهر الغورية، لا استنى بس، البطنية غالبا، غمرة. لا انتوا بتقولوا اي كلام، انتوا عايزين تبوظوا لي الدنيا، انتوا عايزين. هي الحسين، هي الحسين، ما تجيبولوش. ماشي طيب، احط بقى بص بص المنظر ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم، على الوش. شوف البطاطس، شوف خدتوا بالكم قصدي ايه بقى؟ بحط عندي بقيه الفلفل ده على الوش كده اهو. تقرير سحور، يعني هنشوف منظر السحور عامل ازاي، هيبقى حاجه كده على مزاج قوي. هرجع تاني هنا الشعريه بسرعه والنبي احطها بس معايا، وارجع لك تاني البطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان ايه هشرب الشعريه دي ما بقاش في حاجه عندي. بس اشرب الشعريه كده اهو بس ايه. نرجع تاني للبطاطس يا باشا. شوف حط على الوش كده لو حبيت مكعب زبده لطيف كده. صينيه البطاطس دي عسل قوي. تعالوا نطلع التقرير ولا فاصل يا استاذ؟ التقرير ونشوف التقرير ونرجع على طول، مش هطلع فاصل. يلا اتفضلوا. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله ملحوظه. دايما بحب اركز في القصه دي. في تقارير كتير جدا متصوره من قبل الكورونا، في تقارير كتير جدا متصوره قبل رمضان. ليه بقول كده؟ عشان ممكن بتشوفوا سلامات وحاجات، ده طبعا من الزمن الجميل. واكيد لما باكل بيبقى طبعا اكيد الدنيا بتبقى مش صيام، بيبقى قبل صيام طبعا، او لو في سحور زي ما حضراتكم شفتوا كده. الاماكن الجميله دي، مصر جميله، القاهره حلوه جدا زي كل المحافظات، اماكن رمضانيه، اماكن شعبيه. الواحد يعني لو ما نزلتهاش انا شخصيا كعلاء في رمضان، انا ما عداش عليا رمضان بتاع كل سنه. فربنا يحفظ بلدنا ويحفظ اهالينا الحلوين اللي دايما منورين في كل مكان وفي كل محافظه وفي كل حته. طيب حبه مشروم سوتيه، شايفهم ابراهيم دول؟ مشروم سوتيه اهو مع بصلايه بسنه زبده. طيب هتعمل بيهم ايه دول بقى؟ تعالى، شايف المرقه دي؟ دي بسم الله هصفيها احسن بمصفى عشان تبقى اوضح شويه، او هقول لكم حاجه احسن واحسن. بجيب عندي البوله دي، تعرف البوله دي يا ابراهيم؟ شايفين الكيس ده؟ ده بتاع الديمجلاس بتاع كنور، هاخد منه او مرسوم عليه حتى اللحمه والحركات. فاحنا نعمل ايه بقى؟ ناخد منه حبه حلوين كده، شفت دول؟ مع الشوكه اللطيفه دي، ونروح بالمغرفه الحلوه دي ناخد حبه. شوف بقى هنا الصوص، شوف الكلام كده اهو. ده الصوص اللي انا هشتغل بيه، صوص اللحمه، خدت بالك؟ وارجع تاني بالشوكه واروح مدوبهم هنا مع بعض اهو، او بالمضرب الاسهل ليكي اهو، عشان بس ايه ما يبقاش مخرز اهو. تمام. واجي بيهم على فين؟ على قلب المشروم بتاعي اهو، وتمام التمام. سيبهم كده تقلبتين حلوين على النار ونقفل بيهم ان شاء الله، واحنا خلاص بنختم اهو. شوف المنظر، عايز اديهم حبه كريمه لباني وافتح الامور شويه بتاعتي اهو كده اهو، مش كتير. افتح بس الالوان اللطيفه دي، شوف بقى عامل ازاي. ادي الصوص البني بكل بساطه وكل سهوله. تمام. يلا بينا نقفل، يلا بينا نقفل. العلق التربيانكو طبعا زي ما حضراتكم عارفين بيتساب خالص لحد ما يستوي، هي بندخله التلاجه. الشعريه عندي خلصانه
ابدا اجيب عن طبق حلو كده وابدا اغرف حاجتي اول باول. صوص اول ما احط عندي كريمه يعني خلاص بيبقى هو على وشك. شايف حبه الشعريه؟ شايف الحله؟ تمام. نبدا نفرش حبه الشعريه الحلوين دول بالجزريه بتاعتهم بكل حاجه. تمام تمام نوسع كده نفسنا بقى عشان نجيب العرق ونبدا نقفل حاجتنا. الصوص عندي جاهز حطه عندي جنبي. نجيب عندنا الكلافز بتاعنا لطيف، وزي ما قلت لحضراتكم انا ببدا بطلع عندي العرق التربيانكو يهدى خالص كده. بعد ما بيهدى شويه بروح راح موديه فين؟ التلاجه. بعد ما نروح التلاجه اسيبه شويه خالص وهنشوف هنعمل ايه. على الشعريه بحط عندي حبه زبيب لو حابين، مش حابين براحتنا. حبه لوز لو حابين برده تمام، بس دي طريقتي دايما بحطها. وكمان في حاجه النهارده مش موجوده دايما بحطها برده، فكره البصل المحمر. تعال نجيب عرق من الثلاجه. سيبه يبرد خالص بيطلع معايا بالشكل ده. شايف المنظر والاعشاب حاجتي كلها تمام تمام، بس اهم شيء يبرد خالص. تمام تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا نعمل كده ونشوف الحكايه ماشيه ازاي. تعالى يا هيما، بسم الله الرحمن الرحيم. شوف شوف السلايز عامل ازاي من جوه ومن بره عامل ازاي. بص الورق، شوف 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 العرق التربيانكو. دي اللحمه البارده، بص المنظر من جوه عامل ازاي. ده المقصود من كده. اه تسويتي مظبوطه، الواني من جوه مظبوطه، اللون من بره مظبوط. حابب احط حشوه عندي ماشي، مش حابب انا برده تمام وماشي. اه بقطع في الخفيف، مش شرط اقطع بسوق كبير عشان استطعم حته اللحمه ما احسهاش ان هي تكون يعني تقيله عليا. وانا بقطع بمشي على اللاين اللي انا شغال عليه ده، ما العبش بالانسجه، ما اعوجش ايدي، ما اروحش في حته ثانيه عشان ما ابوظش السكينه في حته في حته اللحمه تطلع معايا مفروله، مش هيبقى حلو. اه شوف هاخد دول الهيد بتاع الطبق بتاعي، ودول هبدا همشي بيهم كده. بص حته اللحمه لونها عامل ازاي يا استاذي، بص ركز كده معايا شويه. ما انت لو قلت لي مركز وشايفك هسكت. كل اللي انت قلته كله شايفني، شايف اللي انا بقوله ولا لا؟ طيب يا عم كل اللي انت قلته كله نتكلم فيه انا وانت مع بعض بعدين. بص بقى حته اللحمه عامله ازاي. ما اقدرش ما اقدرش، ده انت حبيبي، ده احنا ماشيين على حسك يا عم ابراهيم، ده انت مش مركز غير فينا احنا، ده احنا ماشيين وراك يا عم. في ايه انت بتقول ايه يا عم ابراهيم كده؟ احنا رصينا راحتنا خالص وتمام التمام. شايف المنظر؟ حابب بقى احط عندي الصوص دلوقتي بالمره. شوف بقى منظر الصوص هنا كده. آه شوف بس. طب والدول؟ اقول لك لا، واحده واحده، مش شرط يكون كله معمول له صوص عشان برضو ما نغطيش حاجتنا. نجيب بس حاجه نغرف فيها بقيه الصوص ويطلع معانا كمان على المائده. تخبوا مني الحاجه؟ لا فين ده؟ حاضر حالا يا استاذي جاي لك. لا بجيب بس السلسله وجاي لك حالا. اهو بقيه الصوص اهو، واجي اروح اعمل كده. اتفضل، شايف الصوص عامل ازاي؟ استنى عشان في حبه حركات هنا مهمين جدا. اهو صوص الديمجلاس بالمشروم بالهنا والشفا كده. ده الطبق ده خلصان وزي الفل، منديل لطيف وننضف حوالينا. عرق التربيانكو من احلى اكله لاحلى جمهور بالهنا والشفا اهو. تمام تمام. طيب اللي بعده ايه بقى؟ اللي بعده صينيه البطاطس ونختم. خلاص خلصنا. حاضر حاضر. مش احنا ميعادنا الساعه 2 يا شباب؟ صح لسه الساعه 2 ل 5.
الساعة 2 ل 5 صح ولا انا غلطان؟ لا الاذان مش بعدينا، احنا اللي بعدينا نسل الاغراب صح كده؟ تعالوا نتفرج على المسلسل قولوا كده بس صح؟ ما انا اصل الاذان كنا الاول بيطلع عشان الاذان وانا بقول حاضر على طول وبتاع. حاضر والله كله حاضر، انا عارف انتوا قاعدين انا فاهم كل حاجه. حاضر حاضر عينيا الاثنين. طيب صينيه البطاطس من الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. جاي ولا اجي لك؟ يا سلام، دايما هناك يا استاذ، دايما سابقني كده بكل خطوه. ايه العبقري مخرج، ايه الجمال ده؟ انا مش عارف اقول ايه النهارده، يعني انا بحاول دايما، يعني انت تبهرني. لا والله انا ببهر جدا يعني. طيب اهو بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا باشا، ادي صينيه البطاطس اهو. شوف المنظر، بصراحه مش محتاجه اي حاجه بقى تاني خالص. بص منظر البطاطس عامله، الفراخ عامله ازاي، مستويه، الوان البطاطس عامله ازاي، بق صوص طماطم، التحويجه دي الصوص بقى هنا اللي عملناها من شويه، انتوا فاكرينها التحويجه اللي عملناها بمعلقه السمنه، بص عامله ازاي بقى. دي حكايه. هنا بقى الصوص ده اللي مع حبه الرز، تدعي لاخوك ان شاء الله بالهنا والشفاء. انا احب صينيه البطاطس زي صينيه المكرونه البشاميل اللي اتحط قدامي على المائده زي ما هي. هتقول لي طب نغرفها، اقول لك والله هتبقى حلوه بس دي تبقى احلى صراحه، انا بالنسبه لي كده يعني. بالهنا والشفاء لحضراتكم، يا رب تكون الحلقه عجبت حضراتكم النهارده. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده في نفس الميعاد، والسلام عليكم.